خلاص عقلوا علينا نخرج ما عرفتوش. الموت ولا المدلة، الموت ولا المدلة. هذه الاحتجاجة الشرعية التربوية التي تتسم بالأخلاق النبيلة التي تربينا عليها جاءت جراء مجموعة من التوقيفات التي سلمت للأساتذة الممتنعين عن تسليم النقاط. أكيد أن الأساتذة قد سلموا لتلاميذتهم النقاط بشكل شفاهي طبعا، لكن لم يمسكوها في أو عبر مسار. هذا ما أدى بالمديرية الإقليمية باجتهادات وشيء من هذا القبيل إلى تقديم مجموعة من الاستفسارات وبعدها إعذارات ثم بعدها توقيفات تعسفية، الشيء الذي جعل احتقانا بين الأباء والتلاميذ أو على الصعيد الوطني طبعا. فأصبح التلميذ يحس باضطراب نفسي. لماذا؟ لأن تتغير الاستعمالات الزمنية. كيف ستعوض هؤلاء الأساتذة؟ ليس هنالك موارد بشرية تؤدي أو تسد هذا الخصاص. بالتالي تلجأ المؤسسات إلى تقسيم الأقسام الفائضة إلى أقسام أخرى. هذا ما يجعل هنالك اكتضاض في الأقسام، هنالك ما يجعل التلميذ أو ما يعرض التلميذ إلى الالتقاء بأستاذ آخر غير مألوف طبعا. والحال أن التلميذ في بداية السنة تخصك شهر تقريبا، شهرا أو أكثر، لكي تكون هنالك ألفة ومودة ورحمة بينك وبين التلميذ. هات 3 أشهر أو 4 شهور التي بقيت لينتهي الموسم الدراسي، متى ستكون هذه الألفة؟ متى ستكون هذه المودة؟ يعني وكأننا نعيد موسما دراسيا آخر. أكثر من هذا، فإن التلميذ حينما يسمع بأن أستاذه موقوف عن العمل، فهذا لا يجعل باله مرتاحا أبدا. وهذا ما يصلنا من قبل تلامذتنا ومن قبل أولياء أمورهم. أنا تلقيت بعض المكالمات: أستاذ مادام أنك غير موقوف ما إحنا كاع ما غنقراوش أستاذ. أولياء أمور هذا لأن هم أباؤنا أولا ونحن نسمع منهم. نحن تلاميذ يعيشون وضع نشمئز منه طبعا. هذا وضع لا نرضاه لأنفسنا ولا كما تلاحظون هذه أجهزة القمع تأتي من أجل قمعنا، وهذا إشكال كبير جدا نعاني منه في هذه الدولة. فالاحتجاج مشروع، ومن حقنا أن نحاجز ومن حقنا أن نطالب بحقوقنا نحن من خلال هذا الاعتصام. الاعتصام ليس غاية، الاعتصام هو وسيلة، الاحتجاج هو وسيلة، وإنما الغاية الكبرى هو إدماج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية أولا، ثم بشكل خاص هو التوقف عن هذه الممارسات التعسفية. فالبعض يقول تعاملنا مع الأساتذة بشكل تحسيس وتوعية، وهذه أخبار مزيفة بالمرة، وإنما الذي يشهد عليه الواقع هو أن الأساتذة يتعرضون للقمع، أساتذة يتعرضون للاستفزاز، أساتذة يتعرضون للتوقيفات، وهذا ليس بحق.